مسرح طيب صديقي اللي كان حلم ديال الراحل هو فضاء ثقافي بالدار البيضاء اللي كان ماشي غير مسرح، كانت لمدة بضع سنوات كنا استغليناه، كانوا في أنشطة ثقافية وأنشطة تكوينية لفائدة الأطفال والشباب وكذا جميع الفئات. هذاك الفضاء للأسف ما اكتملش لظروف أولا مادية وثانيا إدارية، المشاكل الإداري اللي كانوا فيه من نهار شراه الراحل باسمه الشخصي في التسعينات ديما كان واحد الإكراهات إدارية، ما مكنوناش أننا نجلبوا الاستثمارات اللازمة أو الدعم اللازم على مستوى السلطات، يعني مستوى البيبليك ولا البريفي. لهذا احنا يا سنة قبل من وفاة ديال الراحل طيب صديقي كنا قررنا نقفلوا المحل، لأن بالنسبة لنا وجهة النظر هي بسيطة أن ذاك الفضاء خاص يكون معايير تشرف أولا مدينة الدار البيضاء وثانيا الاسم. يعني احنا حاليا باقين كنقلبوا باش نحلوا المشاكل الإدارية ديال ذاك المحل، لأننا عازمين وحريصين على حفظ الذاكرة ديالو لا ماديا من ناحية، ولكن حتى الذاكرة ديالو المادية، يعني يكون عنده فضاء أولا بالتصور اللي كان عنده واللي عند عائلة الصديقي ولا مؤسسة الطيب الصديقي، لأنه يكون فضاء تكويني كما كان هو مدرسة لجميع الأجيال، يكون عنده واحد الفضاء للناس يتعلموا ماشي غير المسرح ولكن شتى الميادين الفنية. من بين الأهداف ديال المؤسسة الحفاظ على الذاكرة، يعني فاش كندويو على الحفاظ على الذاكرة، أن الأجيال اللي جايه والشباب يتعرفوا على المسار الغزير والحافل ديال طيب صديقي، لأنه ما كانش غير فنان مسرحي، كان فنان متعدد الصفات والمواهب، فنان تشكيلي، كاتب، شاعر باللغة العربية والفرنسية إلى آخره، وكذا كان عمل بزاف في السينما أيضا كممثل وكمخرج، وحتى الأعمال ديالو الوثائقية إلى آخره. يعني عملنا جات هذه الفكرة في إطار واحد النشاط درنا في 2017 بشراكة مع كازا إيفنس والمكتب الوطني للسكك الحديدية في كازا بور، كانت يلا تفتح هذيك الساعة، درنا معرض وهذاك المعرض كان عنده صدى جميل، وجاتنا نفس الفكرة أننا نكملوا بهذيك الطريقة باش الثقافة أولا تقتحم الفضاء العام، وباش اللي دايز ياخذ واحد جوج ولا ثلاثة دقائق ويشوف داك المسار ديال الراحل ويعرف شكون كان داك السيد وشنو دار إلى آخره. يعني كل واحد المويلات ديالو، احنا اللي تعلمنا منه هو حب العمل ولا باسيون، يعني فاش كتصم بالقلب وكتحاول ديما تكون تعطي اللي عندك في داك الشيء اللي كتعمل. انايا ديما كان عندي بحكم المسار ديالي والتكوين ديالي الاكاديمي الاداره والتسيير والتدبير، وهذا الشيء اللي كنعرف نديرو كنحاول نستثمرو. اللي كيعرف الوالد شخصيا ولا بدا فاش كيهضر عليه كيجيب واحد الضحكه، يعني الوالد هو الطرائف والضحك، انا انسان كيجي يجلب السرور لجميع الناس اللي دايرين به، وكان واحد الانسان مع المشقه والعذاب والعناء ديال المرض ما كانش كيبين، وكان ديما ضحك، ما قدش للاسف في السنين الاخيره يبقى يكمل يعني في المسار ديالو الفني لان الصحه هذيك، ولكن الحمد لله راه كان متبع فاش كان المسرح محلول، وكان كيجي يشوف الوليدات فاش كيديروا الانشطه، وكان كيجي يحضر، وديما الوالد صعيب يعني تعطي ليه واحد لا ديسكريبسيون مناسبه، لان كان واحد الانسان سي ان ارتيست. وصيه وعد الله، ولكن انا غنعاود لك باش نحاول نفهم المشاهدين الكرام الشخصيه ديال الوليد الله يرحمه. كنا حطينا برنامج فضاء طيب صديقي في 2009 اجتمعنا ودرنا فرقة وحطيت ليه البرنامج باش نقترح ونشوف الرأي ديالو والتوجهات ديالو، خلى عنده داكشي واحد الوقت عيط عليا وكان ديما كيسني كيكتب فيو كيدير لاضات، حليت داكشي لقيتو ما دارتش شي ملاحظة، قلت ليه الوليد زعما ما قلتي ليا والو، قال لي شوف كيديروا الاخرين ودير حاجة اخرى. يعني هذه احسن وصية عطاني في الرأي ديالي والله اعلم.
وعلى ذكر 360 اخر استجواب ديال الوالد الله يرحمه مع الصحافه الالكترونيه كان مع 360 كان استجواب زويون على باقي كاين في اليوتيوب جانفيت تو الموند على لي ريغاردي ميرسي لو 360 ورمضان مبارك.